السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، هنوريكم البطاطا في مرحلة الانتاج واهم سماد يحتاجه النبات في المرحلة هذه. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه شكل البطاطا لو لاحظنا امامكم في بداية الانتاج. وطبعا احنا في القناة الثانية تكلمنا عن الطريقة اللي حتعرف بها انه البطاطا بدأت في الانتاج. ان شاء الله بالنسبة للناس اللي ما جادتش الحلقة حتلاقيها في صندوق الوصف، واتمنى تشتركوا في القناة الثانية لانه فيها فيديوهات مفيدة ممكن يعني تفيد كل الاخوة. فطبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه البطاطا اللي لاحظنا امامكم، ما شاء الله طبعا النمو الخضري طبعا تشقق التربة يعني النبات بدأ بتكوين درنات البطاطا. فطبعا في المرحلة هذه النبات أو البطاطا تحتاج لسماد واحد وهو السماد البوتاسي لتحجيم البطاطا، لأنه في ناس بتشتكي أنه البطاطا اللي زرعناها تعطي إنتاج قليل. فالسبب هو عدم التسميد بالسماد البوتاسي، لأنه السماد البوتاسي يعني من فوائده التحجيم، أو يعني حتى تصبح البطاطا أو حبة البطاطا كبيرة. فلو عندك بوتاسيوم لازم يتم إضافة دفعة للنبات في المرحلة هذه حتى الإنتاج يكون كبير. مثل ما تلاحظ أمامكم ما شاء الله النمو الخضري، طبعا لازم يكون النمو الخضري ممتاز لأنه الغذاء كله يعني بيأخذ النبات الغذاء من الأوراق. ما شاء الله طبعا وإن شاء الله حنتابع معاكم البطاطا خطوة خطوة لغاية الحصاد. وطبعا لازم نمتنع عن التسميد الأزوتي في المرحلة هذه لأنه النمو اللي لاحظنا منكم ممتاز جدا ومش ضروري التسميد. فقط لو عندك محلول الخميرة والعسل أعطي دفعة للنبات في المرحلة هذه، وكذلك ممنوع إضافة السماد العضوي لأنه ممكن يصير احتراق ل درنات البطاطا وممكن نخسر المحصول. فأهم سماد هو البوتاسيوم فقط في المرحلة هذه. وكذلك لو عندك إصابات بالنسبة للأوراق فحاول أنك يعني ترش على يعني المبيد، فحاول أنك يعني ترش سماد ورقي للنبات حتى يعني تجنب للإصابات. ولكن احنا يعني الحمد لله ما فيش إصابات، لاحظنا أمامكم المجموع الخضري ممتاز جدا. وإن شاء الله حنتابع معاكم البطاطا لغاية الحصاد. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.